All I got is so bad, man. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زلهب. طبعا في هذا المقطع زي ما شفتوا في العنوان، آرثر مورغان راح يقتل مايكا بيل. فيلا نخش في المقطع. خلوني أوضح لكم الموضوع أكثر. في أحد الأشخاص قدر يعدل ويلعب في اللي هو السيف داتا أو ملفات التخزين للعبة Red Dead Redemption 2 والسوني، يعني قدر يغير في ملفات اللعبة، تقدر تقول ياخذ اللي هو السيف داتا أو التخزينة ويوديها لبرنامج في البي سي، ويقدر يعدل فيها ويعدل في الحوارات ويعدل في الشخصيات. فهذا الشخص قدر يستبدل أدوار جون مورستن بأدوار آرثر، وأدوار آرثر باللي هو جون مورستن، يعني بدل بين الشخصيات. لذلك شفنا آرثر مورغان ينتقم من مايكا بيل، ويعني هذا الشخص سواله نهاية سعيدة لآرثر مورغان، ورح تكون نهاية جدا جدا رهيبة. يعني كون له كذا بعض الحوارات البسيطة لآرثر وقدر ركبها على بعض وسوالنا نهاية زي اللهب، ونهاية رح ترضي شريحة كبيرة جدا من مجتمع Red Dead Redemption 2. فخلونا نشوف النهاية مع بعض وترجمة بعض الحوارات الموجودة بينهم. Hello Scarface. Did you miss me? Look at you. Toughest flower in the bunch. I got more men coming. You should run away. So close. I'll make you rich. Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around and start walking. You got me. All manner of folk paying social calls. Hello, son. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, what were you saying? Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us. Arthur! Join us. Dutch. You shot at me, son. You betrayed me. Dutch, think. I was trying to do my best. You just cared for yourself. All them years, Dutch, for this snake. I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Mm-hmm.
There's money. Lots of money. In the cabin is Blackwater. Hurry up! I got a wedding I want to go to. زي ما شفتوا آرثر مورغان دمر جبهة مايكا بيل وبرد قلوبنا صراحة. هذه النهاية لو فيه راح تكون أفضل نهاية في اللعبة، لكن للأسف زي ما تعرفون آرثر مورغان يموت، اللي ينتقم هو جون مورستين. لكن صراحة هذا الشخص جدا جدا مبدع وقدر يسوي نهاية جدا رهيبة وجدا أسطورية من ناحية الحوارات ومن ناحية أيضا تسديد الرصاصة لمايكا بيل الحنش. فصراحة النهاية أرضتني أنا، ما أدري هل أنتوا أرضتكم هذه النهاية إنه آرثر مورغان يقتل مايكا بيل، بس أتوقع نسبة كبيرة منكم راضين من هذه النهاية. أجلد مايكا بيل الحنش. أيضا خلى آرثر مورغان يزور قبر آرثر مورغان. كيف كذا؟ I'm sorry. What did you want? Can I get my portrait taken, please, friend? Oh, well, we do that. Yes, wonderful. It is true. Quite a pose. Feel free to use the chairs if you want. Oh, I like it. I don't know how long I can hold this. That might be the one. أيضا هذا الشخص زي ما شفتوا خلى آرثر مورغان يعني يتزوج أبيجيل، زي ما تشوفون يعني خلاهم يروحون السينما مع بعض، خلاهم يأخذون الصورة التذكارية مع بعض. يعني هذا الشخص لعب في ملفات اللعبة وسواله Red Dead Redemption باسمه. أقول لك أيضا شوفوا هذه اللقطات، آرثر مورغان فيها يتكلم مع اللي هو أبيجيل ويتكلم أيضا مع جاك مورستن. Your face. What has gotten into you? Nice outfit on the wrong person. What are you looking at, idiot? I'm sorry you feel like that. Why don't you get out of here? Okay, sir. Thank you for that. طيب يا صالح ليش ما تعلمنا الطريقة؟ هي الطريقة ترى يبغى لها شغلة طويلة، يبغى لها بي سي ويبغى لها أيضا برنامج، والبرنامج هذا يحتاج إنك تشتريه $60. هذا البرنامج اللي يعدل التخزينات يبغى له $60 زي اللهب. إضافة إلى ذلك لما تعدل على ملفات التخزين أو اللي هو سيف داتا، هذا راح يكون مخالف لقوانين شركة سوني، فراح يكون 70-80% راح يجيك باند زي اللهب. فما حبيت أعلمكم الطريقة، بعدين يجوني بعض الأشخاص في التعليقات ولا في الخاص عندي يتبكبكون أنت جبت لنا بانز ومدري إيش، فحبيت أني أتفادى الطريقة ونشوف مع بعض نهاية مايكا بيل على يد آرثر مورغان أحسن بدل ما أعلمكم الطريقة. فصراحة شيء رهيب جدا أن نشوف آرثر مورغان يقتل مايكا بيل، فصراحة أنا يعني راضي الآن شفت مايكا بيل يندعس على يد آرثر مورغان. شاركونا في خانة التعليقات هل عجبتكم اللي هو نهاية مايكا بيل على يد آرثر مورغان أو لا؟ أنا متأكد عجبتكم. ها طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم. My lord. What have I done to deserve this?